في اصوات كده في الكوره تفضل مرتبطه معاك طول الوقت، طول الوقت تسترجعها، طول الوقت تقول يا على الصوت ده، يا على الجمال، وتقول اول ما تسمع هدف ولا حاجه بالصوت ده تقول يا على الايام الحلوه، يا على الايام الحلوه. الصوت ده اللي كان بيترجم لك الكوره ويخليها لك حلوه، الصوت ده اللي بيخليك مبسوط، الصوت ده اللي بيخليك وانت بتتفرج على المباراة مرتاح مش متعصب. فرق كبير جدا بين معلق يخلي لك الأمور خفيفة ومعلق بيحاول يبقى دمه خفيف. فرق كبير جدا. معلق خفيف ومعلق دمه خفيف. معلقنا في التسعينات كانوا خفاف. جزء من متعة الكورة، جزء من متعة المباراة. واحد بقى من أهم المعلقين دول على الإطلاق، اسم كبير واسم رائع، الاسم اللي مرتبطين بيه بأسماء لاعبين عالميين ومحليين، مباريات كبيرة عالميا ومباريات كبيرة محليا، اسم رائع ومحترم وغايب عنا بقاله كتير، هو المتألق الكبير المعلق الرائع أشرف شاكر. سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من استاد الكليه الحربيه لاول مره ينقل التلفزيون مباراه الاهلي والزمالك. يسعدني ان اقول لحضراتكم ان المعلقين اليوم شاكر اشرف شاكر وابراهيم الجويني لاول مره، تجربه جديده ان شاء الله نسعد بالاخ اشرف شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير سيداتي انساتي سادتي. من استاد المنصورة نحييكم وننقل لكم مباراة كرة القدم بين فريقي المنصورة والزمالك في بداية الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري العام لكرة القدم. مساء الخير سيداتي أنساتي سادتي. من استاد القاهرة نحييكم حيث ننقل لكم أهم وأقوى لقاءات الموسم بين منتخبنا القومي الحبيب مصر ومنتخب زيمبابوي. بطمن حضراتكم جدا على الحاله اللي فيها لاعبتنا وفريقنا القومي، وصلوا لاعلى مستوى من اللياقه البدنيه، والحقيقه في تفاؤل وتفاؤل كبير جدا بالفوز النهارده ان شاء الله. يلا كاس، التحول من دفاع لهجوم، واحد ضد واحد الكاس، يلا كاس، ويلعبها حلو حسام حسن وجول حسام، اوبا! حسام حسن الخلاص ويفوت حسام حسن ويلعبها قنبله على شمال جروبنر. حسام حسن في الدقيقه 40 من الشوط الاول. ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه والجمال ده كله؟ مش ممكن. 2-1 الله. حسام حسن بيعيط طبعا، له حق يعيط والله. جول جميل جميل حسام حسن، والكاس قاطع حلو قوي قوي، توقع هايل من الكاس وقطعها ومسلمها مباشره لحسام حسن اللي اتحرك له التحرك القطري اللي هم بيسموه الدياجنول. نص الملعب بيلعبوا بثلاثه، رضا عبد العال في اليمين، عصام مرعي في النص، وايمانويل في الشمال. خط الهجوم جمال عبد الحميد وايمن منصور. اما فريق نادي المريخ بيمثله النهارده جول كيبر حسن نصر. خط الظهر بيلعبوا باربعه، مصطفى رياض وطارق سرحان وعصام عبد الغني ومحمود ابو الذهب. جمله شهيره. معكم من استاد القاهره الدولي معلقكم اشرف شاكر، كابتن اشرف. لا اخفي حجم سعادتي الكبيره بهذه المداخله. كابتن اشرف مشرف ومنور. حبيبي يا كريم، اهلا بيك يا حبيبي. ازيك؟ مشرفنا ووحشنا جدا. ده انتوا هتجنن على مصر، وحشيني وكل مصر وحشاني. اعظم بلد في العالم يا حبيبي، واعظم شعب في العالم، واعظم رئيس جمهوريه في العالم الرئيس السيسي. انا وانا بقول كده بعيط، هموت على مصر. شيء مش طبيعي، حاجه زي الورده الحلوه. زي احنا العرب كويسين قوي يا كريم، قوي. صحيح. احنا كلنا احسن ناس في العالم احنا العرب. ومصر زي العرب دول زي بستان ورد كله حلو. مصر بقى ورده جميله قوي قوي في البستان ده.
يا حبيبي. كل العرب بيحبوا مصر وكل العالم بيحبوا مصر، شيء رائع. والإنجازات اللي بتحصل دي مش إنجازات، دي إعجازات. دولة عظيمة ورئيس عظيم وحكومة من أعظم ما يكون وأعظم شعب في العالم. اللي بيحصل ده أوروبا إيه؟ ده احنا قد أوروبا 100 مرة. وما نخافش، احنا عندنا الأمل وأملنا كبير وكل حاجة بتتحل، ماشيين بشكل رائع رائع كالعادة. يعني دخول مبهج كعادتك، يعني في دخولنا في المباريات دخول مبهج ايضا يا كابتن اشرف. ليه غايب عنا كل ده؟ ده السؤال الاول لما كتبنا على السوشيال ميديا، حضرتك موجود معانا النهارده، بيسالوا الناس كلها ليه اشرف شاكر مع حفظ الالقاب لهذا المعلق العظيم غايب عنا كل ده؟ ربنا يخليك. هو حبيبي انا في موجود في امريكا، اللي كانت هي وعكه صحيه والحمد لله. يعني انا بشكر امريكا جدا لانهم عالجوني كويس جدا، يعني احسن حاجه هنا في امريكا الطب فعلا. وكانت حاجه يعني اللي هو هارت اتاك وعملوا لي تو ستنت، بس كان الموضوع جامد شويه لان كان الشريان مسدود خالص. واتعمل لي تو ستنت والحمد لله عالجوني، يعني انا ام اوتو امريكا، يعني عالجوني كويس قوي قوي يعني. وانا دلوقتي يعني اخش في الجبل اكسره، ما تخافش احنا ما بنقفش، نيفر جيف اب. يعني زي الفل وحديد وغاليين قوي وجامدين قوي، وعمرنا نيفر نيفر اي مصري نيفر جيف اب. ما شاء الله الصوت كالعاده هو صوت مبدع ورائع. طيب هل ده يخلينا بعد الحمد لله، الحمد لله بفضل الله عديت هذه الوعكه الصحيه، نشوفك او نسمعك قريب مره اخرى؟ انا يعني عايز اطير واجي لكم دلوقتي يا رب. يعني حب مصر مش طبيعي. ومصر في شيء في احسن حالاتها، كله كله بيعمل ريس عشان يوصل لاعلى مرحله. واحنا في اعلى مرحله. وعلى فكره الازمه الاقتصاديه اللي موجوده هي موجوده في العالم كله. صحيح. اول دوله هتخرج منها مصر ان شاء الله، لان اعظم شعب في العالم مصر واعظم طبعا حكومه في العالم كلها حكومه مصر ان شاء الله. هنخرج منها واحنا مفيش في العالم زينا. صح صح. ان بس نحط ايدينا في ايدين بعض. صح. والعرب جمال، احنا جمال، خد بالك. يعني انا لفيت، عشت في ايطاليا مده ودلوقتي في امريكا قعدت مده، بس كنت قاعد مجبر او مضطر لغايه ما اخلص علاجي. يعني خلصته الحمد لله زي الفل. مفيش زي العرب يا كريم، احنا كويسين قوي طبعا قوي طبعا. يعني مفيش ما يمنع ان احنا نسمعك مره اخرى، صح كده من جانبك على لا ازاي. انا جاي وجاي بسرعه جدا، ويعني انا كنت اتمنى ان انا اكون في كاس العالم اللي جاي ده. لان كاس العالم هو في قطر، هو مش في قطر، هو في المنطقه العربيه. صحيح. ده شيء جميل جدا. وكانت صرحت تصريح من ارقى ما يكون صاحبة السمو الشيخة موزة بعد ما فازوا بتنظيم كاس العالم، ست من اعظم ما يكون قالت تصريح، قالت احنا نجحنا ان احنا جبنا كاس العالم، ما قالتش في قطر، قالت في المنطقة العربية. يعني معنى كده كلنا بنتكاتف، ايدينا في ايدين بعض لصالح العرب اللي هم عظماء عظماء واذكى ناس في العالم. كاس العالم في قطر، بس انا يعز علي قوي ان مصر مش فيه. يعني احنا عندنا اعظم لاعب في العالم في التاريخ محمد صلاح. صحيح. ده ملوش حل. صح. يعني محمد صلاح كده نحطه انا اكتر واحد يفهم امكانياته، لان دي شغلتي كناحية فنية طبعا. وبعدين حط 10 شورت وراه، وبعدين حط نمرة 2 مثلا ميسي رونالدو هلا ايا كان. انما صلاح ده ملوش حل. بالمناسبة يا كابتن يعني اشرف، وانت بتسمع او انت بتتفرج على محمد صلاح، انت بتتفرج عليه زي ما انت قلت كده بوجهة نظر فنية كبيرة ورائعة، ساعات بتلاقي نفسك بتعلق بشكل تلقائي على اهداف لمحمد صلاح او كرات حلوه لمحمد صلاح. بالظبط. جميل قوي جميل قوي الجمله دي يا كريم. إيه انا وانا هنا في امريكا، انا الفتره بتاعتي عملت اكتر من 10,000 مباراه. هايل. مفيش في العالم حد عملها. يعني عامل الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الالماني، وكل الدوريات، كل التصفيات، حتى كوبا ليبرتادوريس، كله. فعملت اكتر من 10,000 مباراه. كل مباراه انا غير المشاهد، مفيش ثانيه بتعدي عليا لما بطلع بحاجه. فطلعت بكم جمل تكتيكيه مش طبيعي. طلعت بكم خطط لعب مش طبيعي. اتحدى لو حد يعرفه في العالم، اي مدرب في العالم ما يعرفش اللي عندي ده. الله. فانا نفسي الجمل التكتيكيه الخطط دي، يعني احنا عندنا في مصر لعبتنا مستوى عالي جدا، من اعظم مهارات في العالم. لعيبه مصر ولعيبه المنتخب السعودي مهاراتهم عاليه جدا. صحيح. انما مظلومين لان ما حدش اداهم تاكتكس، ما حدش اداهم خطط لعب خالص، فمش عارف ينفذ المهاره اللي عنده. بالظبط. هدي لك مثل بسيط كده. في بالنسبه لمحمد صلاح، الناس تقول مثلا هو مع ليفربول بيأدي ومع المنتخب، لا ده الموضوع انا هوضحه بشكل فني. احنا مثلا واحنا بنلعب اي ماتش،
فاحنا بنشتغل، احنا منتخب مصر مهارات عاليه قوي، لكن اسرع تيم في العالم بيفقد الكوره. التمريره الثانيه الثالثه ما بتلاقيهاش، عندنا الميسنج عالي جدا. صح. فانا درست الموضوع ده حبا في مصر، ان انا عايز افويد الميسنج، عايز اتجنب الميسنج. فهدي مثل بسيط، ناحيه فنيه مثلا، ما بيجي راس حربه بياخد طرف ملعب ومعاه المدافع، لاعب الوسط في اي مكان في العالم بيديله. صح. فهنا المهاجم لما بيستلم بيستلم بضهره، بيستلم من وضع ثبات مش من وضع حركه. بيستلم المدافع عايش ما خرجش بره اللعب، بيستلم ماهوش كيسنج للمرمى، فاحتمالات القطع وارده. فهنا بعدل دي ازاي عشان افويد الميسنج، بطلب من لاعب الوسط انه يعمل تعطيل تكتيكي، والمهاجم هنا يعمل بدل ما يسلمه في الفيرست موبيلتي يسلمه في السكند موبيلتي، يعمل تيرن ويقلب، يبقى هنا يستلم من وضع حركه مش من وضع ثبات، يبقى هنا يستلم فيسنج للمرمى، يبقى المدافع خرج بره اللعب، يبقى هو استلم من وضع حركه مش من ثبات، يبقى فيسنج للمرمى ما استلمش بظهره استلم بوشه. صحيح. كل دي الاربع نقط سلبيه حولتهم لاربع نقط ايجابيه. هايل. دي تخليك احتمالات انك ما تفقدش كوره وارد جدا وكتير جدا. فده بيحصل عندنا. صلاح عنده دي عالي قوي 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 فيها. ارجع للماتش الاخير بتاع مانشستر سيتي. صح. تمام؟ صح. انت كلنا شفناه طبعا. طبعا. ده راجل ما بيهزرش. كل الناس دي هالاند كل ده هكس. انا اسف ان انا اقولها. محمد صلاح اسطوره. ده بيعمل حاجه انا بدرس فيها بقالي سنه. حاجه اسمها ستوب. ستوب دي انك واحد ضد واحد، فلما بتقابل المدافع بيقابلك هنا واحد ضد واحد، بيبقى واخد وضعه الدفاعي صح 100%. فدخلت الجزء العلمي ان العقل بيدي اشاره للعضله اللي هتأدي المهاره. فالمدافع هنا العضله اللي هتأدي المهاره ايه؟ دفاعيه وعارفها. فبيرتكز على الوتد اليمين عشان يطلع بالشمال او العكس. فبيجي لعبتنا يجي يفوت، طب ما المدافع مرتكز دفاعيا هياخدك في ظهره وهيطلع. صحيح. فمطلوب تعمل ايه؟ دي درستها كويس قوي بقى كناحيه علميه، بس مش اكاديمي. من الملعب يعني. مفهوم. بيعمل حاجه اسمها ستوب. ستوب دي يا كريم ما فيش حد في العالم يعرفه، ما فيش حد بيعملها غير محمد صلاح، وكان بيعملها عماد متعب. طبعا. ستوب دي بتعمل ستوب للحواس بتاعه المدافع. فبعد ما كان العقل مدي اشاره العضله تأدي مهاره دفاعيه، هي القطع عارفها، الوقت بقى العقل بيدي اشارات لعضلات هتأدي مهارات دفاعيه ما هوش عارفها. صحيح. وبالتالي صلاح عارفها، فبيوقف بيبقى هنا غير متزن واوت اوف كنترول واوت اوف بالانس. صحيح. لما بتيجي تفوت هنا بتفوت منه هو والثلاثه اللي معاه، يبقى قلبت الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد اربعه اللي بيعملها صلاح. صلاح عملها فين بقى؟ عدلك عندك وقت اقولها لك بسرعه كده؟ يلا. دي جمل تكتيكيه صلاح بس ما فيش في العالم حد يعرفها يعني، وبلا افتخر غير محمد صلاح واشرف شاكر. صلاح بحكم انه بيلعب كل اسبوع في كاس العالم، واشرف شاكر بحكم 10,000 مباراه من الدوري الاوروبي ما فيش حاجه فاتتني. بيجي صلاح، نرجع لماتش خلينا في ماتش مانشستر سيتي. لما بيستلم واحد ضد واحد، هو بيستلم بيقلب بيبقى بيعمل ترن بقى بوشه وبيعمل بروتكت للكوره. بيجي قبل واحد ضد واحد بيعمل ستوب، بيثبت المدافع ده، بيقلب الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد اربعه او خمسه. بعد كده بيستخدم البلايند سايد اللي هو الجانب الاعمى لاخر مدافع، يعني بيلعبها في ظهر اخر مدافع. عملها في ماتش المغرب وقال لي تريزيجيه، هو طبعا كروش وكل دول مدربين على راسنا بس ما يعرفهاش. فانا متاكد ان انا راهن بمليون دولار ان محمد صلاح قال لي تريزيجيه عليها. قال له انا لما اقطع هنا هثبت لك الاربعه، هلعبها في البلايند سايد في ظهر اخر مدافع. كان اخر مدافع هنا اللي هو حارس المرمى بتاع المغرب. واتعملت مين في دي؟ اتعملت مع منتخب المغرب اللي هم اعظم دفاع في العالم. منهم رحيم الباك اليمين، ده احسن باك يمين في العالم. بس انت بتلعبها في ظهره، فهو عملها في ظهر اخر مدافع اللي هو حارس المرمى. تريزيجيه راح نفذ وعمل المتابعه صح وخد الكريدت كله. طب صلاح عملها مره ثانيه في روما مرتين، بيثبت الاربعه اللي بيقفهم على خط عرضي اللي هو خط طولي بالنسبه لصلاح، بيلعبها في البلايند سايد للي جاي ده. راح عملها ثاني في توتنهام، عملها في تشيلسي، واخر حاجه عملها مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي سوري، الثلاث جوان هو اللي عامله. صحيح. كوره طالعه من رجله فيها في كل تمريره فيها ذكاء، فيها مكر، فيها نضج تكتيكي مش طبيعي، لمهم على خط واحد وبعدين عملها في ظهره. الجول الثاني كده في البلايند سايد اللي هي في ظهر اخر مدافع. وخد بالك الباك اليمين هنا لازم يضم، يعني اي مدافعين كل دول محترفين. لازم بيضم، فانت بتاكل عيش على الباك اليمين ده لان انت بتلعبها في ظهره اللي هي الجزء ده البلايند سايد. صحيح. طب احنا لعبتنا يعرفوا الكلام ده، عندهم مهاره عاليه جدا بس ما حدش قال لهم. صحيح. فاهم قصدي يا كريم؟ صح. ما حدش قال لهم، يعني انا بعذرهم. طيب كابتن اشرف، انا سؤالي ليك،
يعني دلوقتي وانت حضرتك بتتكلم انا مبتسم ابتسامه عريضه عشان رجعتني لسنين كتير فاتت وانا بفرج على مباراه بتعليق اشرف شاكر، فانا بشوف دلوقتي تحليل فني للمباراه، بعرف الطريقه عامله ازاي، بعرف اللاعب بيعمل ايه. ده احنا مفتقدينه شويه دلوقتي، انه انا مع بعض المعلقين كلهم محترمين ورائعين وكل شيء، بس مفتقدين شويه حته انك تبقى فاهم فنيا في الكوره زي ما حضرتك كنت بتعمل. اشرف شاكر لما بيعلق على مباراه انا فاهمها قبل ما اروح الاستوديو تحليلي. الله يخليك، ما هو ده دي حاجه حلوه، لكن انا عايز بس اوصل للعيبه والمدربين يعني بوصل لهم حاجه بنتعلم مع بعض كلنا، خبرتي اللي هم على 10,000 مباراه دول بديها لهم، انا نفسي ادي بقى الخطط اللعبه دي اديها لعيبه منتخب مصر بشكل او باخر، نفسي توصل لهم. يا ريت. لعيبه قدرات عاليه جدا، احنا كريم 30 سنه ما بنروحش كاس عالم. صحيح. ومهارات اعظم مهارات في العالم. أكتر لعيبه يستوعبوا خطط اللعب اللي عندي دي لعيبه منتخب مصر ولعيبه المنتخب السعودي. بمناسبه عندهم مهارات فكريه عاليه جدا. طيب بمناسبه انما اي مدرب بيجي اجنبي له هدف يقول لك انا تمثيل مشرف، انا اعديهم الدور الاول يبقى عملت انجاز، وصلتهم لكاس العالم عملت انجاز. فاحنا بندور كعرب في دايره واحده ذا سيم سيركل كله عند ليميت معين تمثيل مشرف. لا احنا عندنا امكانياتنا عاليه جدا، خطط اللعب اللي عندي والجمل التكتيكيه دي ملهاش اخر. صحيح. ملهاش اخر. صحيح. وهيستوعبوها بسرعه غير عاديه، لدرجه ان انا يا كريم انا درستها كناحيه علميه اللي هو كنت عامل فيها دكتوراه في التاكتكس بتاع كره القدم اللي هو العلاقه بين السيكولوجي والفيزيكا. لما العضله العقل بيدي اشاره للعضله اللي هتأدي المهاره، عايز اوصل بالتلقائيه وان انا استخدم الاعصاب الحسيه الحركيه ان انا اخزن العضله، تخزن المهاره اللي هي في العقل اللي العقل اداها لها. لما العضله تخزن طبعا كله بيسال دلوقتي يعني العضله بتخزن؟ بتخزن. العضله فعل غير المخ. لما ادي لك دليل، لما بتيجي تشيل حاجه تقيله بتشعر انها تقيله. صحيح. تشيل حاجه خفيفه بتشعر انها خفيفه. صحيح. فهنا العضله عايز اوصل لمرحله اللي اسمها ادابتيشن، ان العضله تخزن المهاره وبشكل تلقائي، زي مثلا عماد متعب في الماتش اللي بتاع الجزائر، كل العالمي اللي جابه بتنام طبعا مثلا في وسط 120,000 متفرج، عامل فيرست موبيلتي سكند موبيلتي ثيرد موبيلتي فورس موبيلتي في مساحه نص خطوه يارد او ياردتين. صحيح. وبعدين عمل الفيرز الكره الجميله اللي عملها له سيد معوض، وهو طبعا من احسن اللعيبه اللي بيعمل الشيبن، الكره دي بيبقى لها لحظه سكون في الهواء، طلع عامل ارتقاء وجايبها ولا يفرق معاه 120,000 ولا، لان خلاص العضله مخزنه المهاره. صحيح. صحيح. طيب جت بعدها واحده البركات، بركات ما عندوش البيهيفير ده، بتاخد ومشدود. بركات لو داس عليها بس وضم لجوه بطن رجله جوه خلاص ما رحناش ماتش السودان ده ورحنا كاس عالم. مظبوط. انما هو خلاص جواه البيهيفير بتاعه. ودي حاجه اتزرعت فينا، كابتن جوهر زرعها فينا مع الاسف من سنه 90. صح. اللي هو التمثيل المشرف. لا احنا امكانياتنا عاليه. طيب. بتجيب اكتر من كده. على ذكر بركات في الموقف ده يعني رضا خلاص. صح. لا مش رضا، كل طبعا كل شيء الحمد لله هو بامر الله، انما تخلص هنا ونريح الدنيا دي كلها. انت عندك كان فاضل 30 40 ثانيه تخلص بيهم جول. يعني دي لو جت لعماد متعب هيقف يرتكز، والواد الشمال هتلاقيه مرتكز والثقه وبطن رجله جول وخلصنا. صحيح. انت قصدي. طيب. فهو السلوك ايه يا كريم؟ قبل انا عايز بس قبل ما اسيب محمد صلاح يا كابتن اشرف، أنا دلوقتي احنا بنتكلم على جماهير كرة قدم مصرية فرحانة جدا ومبسوطة وهي بتسمعك دلوقتي، في جمل من جملك الشهيرة دايما بتقولها بينك وبين نفسك وانت قاعد في اوضتك بتتفرج على محمد صلاح لما بيسجل هدف حلو، بتقول له ايه؟ محمد صلاح أسطورة بمعنى الكلمة. كلمة مو صلاح دي جوه قلبنا، ده راجل ده جوه قلبنا، ده محبوب حب، أنا بحب ده ابني محمد صلاح ده، لأنه فارق العالم كله. وبرضه يعني هدي لك مثل معلش سريع تحمل شويه في الناحيه الفنيه. اتفضل. طبعا. لان صلاح معظم اللي بيزعوا له بيدوا له حقه 100% بس بشكل جميل ببساطه، يا صلاح يلا يا صلاح، انما ما حدش اداله حقه في النقط الفنيه. ده بيعمل ده ده ده, ده ملوش حل. ده اسطوره بمعنى الكلمه. هديك حاجه بسيطه كده في ماتش مانشستر سيتي اللي هو اتعادلوا 2-2، الجول اللي جابه ده جول يدرس، ده عالمي، ده عمل 8 مراحل. انا عملت تحديد اناليسيس للجول 8 مراحل. يعني اول حاجه الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع الفريق المنافس مانشستر سيتي بقوا فلات، صلاح حافظ دي كويس قوي، علم نفسه بنفسه، اول ما بيلاقيهم فلات بينقل في ظهرهم. طب دي عملها مع منتخب مصر لما كنا في ليبيا ما بتجيلوش، بيعملوا لسه التحضير السلبي ويرجع بيها، ده اللي رجع لده وده يرجع لده، انت هنا لازم تعمل تحضير ايجابي، لازم تبقى فايت. صحيح. فمع ليفربول بتجيله جات له وهو بيستلم عمل بروتكت هو ظهره.
قلب عمل ترن بقى بوش وعمل بورتيت في الكوره. موقف واحد ضد واحد قام عامل ستوب للمدافع، المدافع مرتكز 100%. واحد ضد واحد عمل له ستوب، قلب الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد ثلاثه، قام عامل ستوب ثانيه للثلاثه. الستوب دي شرحها يطول يعني، ذاكرتها كويس قوي، اللي هو اللي عملها السبعه والثمانيه دي في اللغه بتاعتنا في الكوره الشراب وفي السداسيات، هو عملها دي اسمها ستوب، بتثبت الاعصاب الحسيه الحركيه للمدافعين اللي هم الثلاثه. بقى العقل لما بيدي اشاره هنا بيدي اشارات لعضلاتها تؤدي مرات دفاعيه ما هماش عارفينها، صلاح عارفها بقى هو الكنترول. بعد كده زقها من الثلاثه خلاص ما يقدروش يحصلوا. صحيح. دخلنا في المرحله الثانيه الثالثه الرابعه، بعد كده واحد ضد واحد مع اللاعب النمره 14 المدافع من اعظم مدافعين العالم، عمل شيء عظيم يتدرس، قفل له جوه وفتح له بره. قفل له جوه الملعب وفتح له الخط عشان يجبره انه يعدي من على الخط وياخد صلاح في ظهره والكره تطلع خلاص، يبقى قلب الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد اثنين. استعان بالخط كزميل. فصلاح اي مهاجم في العالم هيفوت، هيجي المدافع مرتكز والوقت صح هياخد صلاح في ظهره ويقطع. صلاح عمل ايه؟ تربيه حمدي نوح من اعظم مهاجمين العالم حمدي نوح طبعا، قام عامل الستوب قاطم لجوه، ثبت المدافع، المدافع لف. ودي قاعده ثابته بقولها للاعبتنا المدافعين، لا تلف ما تديش ظهرك وما تديش ظهرك وما تقابلش، لانك لو قابلت هتعمل بنالتي، وما تديش ظهرك لانك هيكلفتك. فمجرد ما لف صلاح كلفته، عمل المرحله الاخيره، ادى الاحساس، عمل ستوب للحارس المرمى انه يلعبها له في الزاويه الضيقه، سحب حواسه كلها ناحيه الزاويه الضيقه وحطها في الزاويه البعيده، جول عالمي يتدرس. ورجع يتفاخر ابننا صلاح، يتفاخر لانه عمل حاجه. لو صلاح ما عملش التفاخر ده وفرد صدره كده كنت هقول ده بعفويه، لا ده هو عارف هو بيعمل ايه. يعني داب الصح وعلم نفسه بصح لانه عمل جول عالمي وراجع فرحان. فانا ترجمت ده على طول، انا بقيت بصوت من الجول، بقيت قاعد بصرخ يعني، نسيت كاني بعلق يعني. ايوه، ما انا عايز اعرف يا كابتن اشرف، انت كنت بتصرخ بتقول ايه؟ ده مهم بالنسبه لنا يعني، وانت بتصرخ بتقول حاجات، الحاجات دي مهمه. انا مراتي زوجت حبيبتي روح اعظم انسانه في العالم، وبناتي وتياب ابني، عندي اربع بنات ولد. ربنا يحفظك. ساعه ما بيكون في ماتش لايف هم بيتجنبوني خالص، بالذات لصلاح. يعني افويد مي، بيبقوا قاعدين في مكان تاني، لان خلاص بخرج على طول. انا بقعد ساعات يا كريم، بقعد هنا بالشهر ما اتكلمش، ما لقاش حد يتكلم معايا، لان يعني بناتي وولادي بيتكلموا انجليش كلهم، اللغه الاولى، وطبعا بيتكلموا عربي زي العسل يعني. فبقعد كده بدور، وبعدين ما بعرفش اجيب الماتش كامل يعني، بقعد اكلم نفسي بس، بفضل ورا صلاح، لان صلاح يعني انا مش بتفرج بستمتع بادائه، لا بس بخطط لعب. عنده جمل تكتيكيه يدي لك مثل كمان برضه. معلش اتحملني يا كريم. لا بالعكس، ده خد بالك، انا مش بس متحملك جدا، انا نفسي نقعد مع بعض للصبح، فانا مبسوط جدا يعني. فخد راحتك خالص يا كابتن اشرف، انت من اعظم المذيعين والله يعني. كتر خيرك. يعني انا لسه بس جاي، ده احنا مصر عندنا كفاءات مش طبيعيه يا حبيبي، تنور الرياضه يعني. مش عايز هجيبها بس واحده هقول لك عليها. اتفضل. بتاعت بالنسبه لصلاح، معلش انا كنت بقول ايه على صلاح. على ان بتتكلم على انه صلاح وانت بتسمعه امور فنيه وتكتيكيه، وانت بتبقى فرحان جدا. فبستمتع بالناحيه الفنيه. لما جه صلاح، انت ارجع كده بالذاكره، تصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا ونهائيات افريقيا، الاجوال اللي جبناها، الجمل تكتيكيه من محمد صلاح، هو اللي قايل لهم يعني كده. هو انا اراهن على الكلام ده، صلاح ما يعرفنيش، ما يعرفش شكلي يعني. صلاح كان صغير لسه، وانا في سنه 2006، اخر 2006 2007. فانا متاكد ان صلاح يعني ما قعدش معاه، قال للسوليه على الجمله التكتيكيه، قال له انا لما انقل من مكاني ما كيروش كله، ما حدش من المدربين يعرف الكلام ده غير صلاح بس، وانا اعوذ بالله من كلمتين. فصلاح قال له انا لما انقل من مكاني هضم لجوه، هوصل عند البوز بتاع السكس يارد، انت اعملها لي شيبينج وبس، مش مطلوب منك غير كده. اتعملت في غينا بتساو، السوليه عملها صح قوي، صلاح خلص منها جول. واتعملت في ماتش السنغال في استاد القاهره، برضو السوليه اللي عملها لصلاح في نفس المكان، لما بيسيب مكانه صح وبينقل، دي جمل تكتيكيه ما يعرفهاش غير صلاح. فبيقولها لاعبتنا، هو قائد حقيقه، بيقولها لاعبتنا، اللعيبه يعني، يقول لك شو مين اديني وانا جاهز، جاهزين قوي، جاهزين وحاضرين 100% لخطط اللعب اللي هي عندي دلوقتي ملهاش نهايه. صحيح. وهيستوعبوها بسرعه جدا، لان شيء فن يعني، انت مش انت هتكسب يعني، هتكسب ماتشاتك، ومش مش مش بهيفي ديوتي، مش بخدمه شاقه، لا ببساطه، لان بتسخر العقل. طيب. يعني اللي انا درسته ده دلوقتي،
في علم التدريب وعلم التكتكس، كل ده مش اكاديمي، من الملعب من خلال ال 10,000 مباراه اللي عملتها. فانا بستخدم العقل، ربنا ادانا العقل يا كريم، وعلم الانسان ما لم يعلم. وفي سوره البقره ربنا ادى الادم علم الادم الاسماء، الملائكه ما عرفوش. يبقى احنا اعظم شيء في الكون عنده علم. فالاشارات اللي انا بتكلم عليها دي، العقل بيدي اشاره للعضله قد المهاره، انا شفتها مع الدكتور مصطفى محمود، شيء مبدع. طبعا طلع ان حجم الاشارات اللي بتطلع من العقل للعضلات بصفه عامه او الاعضاء الاجهزه 10، وقدامه اصفار بطول 9 مليون كيلو متر مربع. هايل. عالم تفسير اسمه انوها او مش عارف اسمه ايه جابها، يعني رقم يشوف عظمه ربنا وعظمه الخالق سبحانه وتعالى. ما حدش يقدر يخلق غير ربنا. طيب. ما حدش عنده قدره انه يخلق من عدم غير ربنا. محمد. عشان كده هو احق بالعباده. طبعا. محمد صلاح. ونعم بالله يا رب. فالعلم حلو، فلما تستخدم العلم في تاديه المهاره، لعبتنا عندهم مهاره بس ما بيعرفوش يقدوها. واحد ذاكر وما نجحش يبقى ما ذاكرش. فانا الاسلوب العلمي اللي معايا ده يعني كنت كان في نيتي بذاكر ان انا اعمل دكتوراه في تكتيك كره القدم. هايل. طيب. بس دي مش هتفيدني في حاجه. انا ابقى دكتور في كره، لا انا مش عايز ده، انا عايز لعبتنا، عايز منتخب مصر، عايز اجيب كاس عالم. هايل. طيب شوف الجمله انا المسؤول عنها وانا اللي بقول لك. عايز اجيب كاس عالم لمصر. كاس عالم. اعلى لعيبه في العالم مهارات وفنيات لعيبه منتخب مصر، بس مفيش تكتيكس، مفيش جمل تكتيكيه. انت دلوقتي ما بتقوليش، انت ما بتقوليش دلوقتي بعد اذنك يا كابتن اشرف، انت ما بتقوليش دلوقتي نوصل كاس العالم، انت بتقول عايزين نجيب كاس العالم. لا ده الكلمه دي ولا اعرفها. ده جزء من كل، انا بجيب خطتي وهنفذها يا كريم، وهنفذ واسع. ابقى سعيد ان انا اول مره اقول الكلام ده. يعني انا دلوقتي بعمل دراسات تدريبيه في تكتيك كره القدم. بستخدم الاسلوب العلمي ازاي اوصل ان انا بكسب كل البطولات. يعني بمعنى ان انا بلعب الشوط الاول. تمام. الشوط الاول الجمل التكتيكيه بنفذ كل خمس دقايق، بنفذ اربع خمس جمل تكتيكيه. يعني واصل للجول كل شويه، واصل للجول، بوصل لمرحله السيطره 70% على اي تيم. يعني انا سيطرت 70% مقابل 30% للفريق المنافس. فانا مشكله عندنا كبيره قوي، ما يعرفوش في فرق بين انك دوينج او واتشنج او ويتنج. انت لما تستلم الكوره وبتنفذ الجمل التكتيكيه انت اسمك دونج. عارف دونج يعني بتعمل تشتغل. تمام. في المقابل المدافع اللي قصادك او المدافعين اللي قصادك بما فيهم حارس المرمى، انت اجبرت انه بقى واتشنج او ويتنج، بيشاهد وينتظر. مش هيقدر ينفذ المهاره الدفاعيه بتاعته الا لما انت تنفذ المهاره الهجوميه. طيب. انت برنس. انت الكوره في ايدك والكنترول كله معاك. كابتن اشرف، طب لو تسمح لو تسمح، انا بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام عظيم ويمكن بنسمعه لاول مره، يعني انا بس اول مره يبقى معايا ضيف بسمع منه الكلام ده. هل حضرتك مخطط انه الكلام ده يتطبق في مصر قريب؟ هل عندك بلان انه الكلام ده مصر تستفيد منه ككره مصريه؟ هل في خطه لده عشان ما يبقاش مجرد بس كلام مدفون مع حضرتك وكلام مميز؟ ده مش بمزاجي، ده غصب عني، ده حاجه ربنا اداني نعمه وعايز اديها لعبتنا، لعيبه المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، لازم توصل لهم. حضرتك جاي مسمى، انت حضرتك جاي مصر امتى؟ عشان انا عايزني بكره اجي بكره. يا ريت يا ريت، احنا نجيبك من عند البيت. عايزني بكره اجي بكره. انا جاهز دلوقتي خلاص الحمد لله. يعني الموضوع البروسيجر بتاع اللي اتعمل، البروسيجر ده هو ركبوا لي تو ستنت اللي هو في الدعامه دي، وزي كل حاجه جميله. ربنا يا رب يعافيك ويديك الصحه يا كابتن اشرف. يعني طبيعي 100% خلاص، الحمد لله. بيتحسن من الاول يعني. الحمد لله. وصوتك وصوتك جاهز. جاهز. ساعدوني شويه ان انا بس انفذ خطتي دي ان شاء الله. احنا بلد جميله، احنا 100 مليون صح، وبتوع كوره يعني احسبها كده كده اعظم نقاد رياضيين في العالم في مصر. اعظم جمهور فاهم كوره محنك جدا في العالم في مصر. مش ايطاليا، ايطاليا بتوع كوره بس صوتهم عالي صح. اعظم صحافه رياضيه في العالم في مصر. اعظم مذيعين رياضيين في العالم ومنهم انت يا كريم. يا رب يخليك، يا رب يخليك. الحقيقه الحقيقه ده حقك، يا رب انت موهوب يعني. يا رب يخليك. وفيكي مهيب سعيد، مهيب جميل قوي قوي، وفي ابراهيم فايق من اعظم ما يكون، يا حبيبي. وغيرهم كلهم ناس كلهم برنسات عظيم. يعني طبعا في مدحت شلبي شيء عظيم، سيف يعني مجموعه طالعه. انما طبعا انا برضو معلش هتطرق لنقطة انت كنت قايلها لي في الاعداد بالنسبة للمدير الفني لمنتخب مصر. بالظبط. كنت انت كان احمد ايوه انا قلت له انا عايز اتكلم معاك في قصة المدير الفني لمنتخب مصر. بالظبط.
في واحد في اول حاجه هشيد باتحاد الكوره اعظم اتحاد كوره مسك خد قاعده مني اشرف شاكر اللي بيتكلم احسن اتحاد كوره مسك في منتهى الرقي بالذات مشهور اللي هو مشهور وكلهم وبان ده الجمال ده بان لان في كفاءه واحد اسمه حازم امام متمكن جدا عاجبني قوي قوي في قراره الاخير جه عمل مؤتمر صحفي والموقف كان صعب بعد ما مشي ايهاب جلال وكان في لخبطه شويه وزن هم ادوا له الكفه وعملها على اعلى مستوى اثنين مدربين في وقت قياسي استلم المهنه واشتغل خلاص جهد جاهزين تمام القصه ايه بقى؟ اي مدرب اجنبي يا كريم خدها مني انا اشرف شاكر اللي بيتكلم على مسؤوليه الكلام ده جاي بيتعامل معانا ان احنا دول عالم ثالث يعني جواه كلهم حدودهم التكتيكيه محدوده جدا هيتعلم من هيجيبها منين؟ هو بيعمل ايه؟ جيب المحترفين جمعهم واشتغل باداء فردي اللي هو اندفيدوال طب في خطط لعب ما فيش ما اعرفش في اداء جماعي ما اعرفش في جمل تكتيكيه ما اعرفش طب انت هتعرف تنفذ للناس دي المهارات بتاع الهجوميه الغير عاديه هتعرف تطلعها منهم؟ لا ما اعرفش صحيح طيب كابتن اشرف يعني انا اقول لك حاجه هو بالوطنيه العظيمه اللي عند حضرتك دي خلينا نتمنى لفيتوريا بما انه لسه في بدايه المشوار نتمنى له التوفيق لعل وعسى ان شاء الله يعمل حاجه عظيمه وكبيره لمنتخبنا الوطني هيكمل ان شاء الله هيكمل ومكمل صح بإذن الله. لفتره ان شاء الله بس الطموح بتاعهم ما هي دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها يا كريم طموحهم جاي يقول لك انا ممكن اوصلكم كاس العالم وممكن لا وممكن اكسب افريقيا وممكن لا انا بتكلم دلوقتي في نقطه بقول هجيب كاس عالم وفي قوه وما بهزرش وعارف انا بقول ايه هجيب كاس افريقيا وبهدوء ميداليه اولمبيه هجيبها هجيب ابوها كمان ليه؟ لعيبتنا مهارات عاليه بس ما فيش تاكتكس طيب مفيش خطط لعب طيب. خالص كابتن اشرف لو تسمح عايز اخدك عايز استغل وجودك معايا عشان ده اكتر سؤال اتسال لحضرتك على السوشيال ميديا عندنا فضل. وهو فضل. رايك حاليا في التعليق والمعلقين المميزين المصريين ايه هو اللي بيميزهم وايه هو اللي بينقصهم انا بتكلم دلوقتي مع واحد خبير واسم كبير في التعليق المصري والعربي طب هقول لك حاجه احنا في التلفزيون المصري القناه الاولى ولازم اكون صريح وصريح جدا اتفضل التلفزيون المصري ده بيتي عارف يعني بيتي انا وانا بتكلم مع احمد اللي هو رئيس تحرير ده متمكن قوي خد بالك موهوب يعني جميل قلت له ان انا مجرد ما قلت لي التلفزيون المصري القناه الاولى ده على راسي يا حبيبي انا اجي وادفع فلوس كمان يا حبيبنا ده شرف كبير لينا ده شرف اللي له فضل عليا الحاج وفاء فاضل والاستاذ حمدي الكنيسي ذات شباب رياضه ناس عظماء فده بيتي ولذلك انا لما بطلع في اي قناه لا باخد فلوس حقي راجل محترم دي شغلتي انا بقى لي 15 سنه ما بشتغلش هقول لك ليه بقى ومحدش يزعل مني الموضوع غير كده خالص انا كنتش فاهم حاجه انا كنت بشتغل في قناه اي ار تي واخدين اشرف شاكر قالوا ده هو نمره واحد في مصر واخدينه عشان كده ويتفاوضوا بالدولار ده شيء حلو كسبوا من ورايا يا كريم كده الرقم ده انا المسؤول عنه واللي عايز يحاكمني يحاكمني اكتر من 5 مليار دولار 5 مليار دولار اللي عارف المليار اللي هو ابو تسعه ده ربنا يوعدنا يا رب تسعه اصفار 5 مليار دولار من ورا اشرف شاكر الناس كانت بتشترك عشان اشرف شاكر لا ما نضحكش على بعض لو انا جيت فتره اكتئبت او دخلت اعمل عمليه او حصل كذا او كذا بيشتم ويبهدلوهم ويقول لك هنسحب اشتراكاتنا فكانوا بيشغلوني 20 ساعه في اليوم اكل 6 ماتشات في اليوم عشان اغطي الدوري الانجليزي والالماني والاسباني والايطالي لايف واوديلي وكانوا بيدوني الدوري الياباني كمان فبقول بعد كده حطوا لي اوضه جوه المحطه ابات فيها عشان ما يضيعش ساعه او ساعتين فهم بي 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 مش يعني بيمتصوا اشرف شاكر صح بيعصروه صح عشان يكسبوا شركه بيزنس وكسبوا 5 مليار دولار طيب مين اقل واحد خد فلوس هو اشرف شاكر لان لغوا العقد بتاعي قال لك ما ينفعش تشتغل 20 ساعه العقد الايطالي قناه كانت ايطاليا العقد الايطالي 8 ساعات بس اكتر من كده يبقى تقفل المحطه يبقى هنعمل ايه؟ قال لك خلاص نوفر نجيب له اوضه في المحطه ونعمل له المرتب بتاعه باليوم اشتغل ياخد يعني عملوا لي اليوم ب 100 دولار اشتغل ياخد 100 دولار ما اشتغلش ما ياخدهمش فكنت اقعد في المحطه بالثلاث اشهر ما بخرجش
لغايه اما جالي مشكله كنت اقعد جوه التعليق ست ماتشات بينهم 30 ثانيه بين الماتش والماتش، كنت بعرف اروح التواليت لغايه ما حصل مشكله في الكلى وشلت الكلى. تمام؟ اللحظه لما نزلت المنصوره شلت الكلى فيها دكتور غنيم العالم المصري هم وقفوا الراتب. قال لك انت بتشتغل بالقطعه ماليش دعوه. جم بعد كده اشبعوا القناه ب 3.5 مليار دولار 3.5 للجزيره اللي هي بي ام سبورت. طيب تمام؟ كل الناس اللي كانوا موجودين راحوا مع هذا اشرف شاكر. طيب انا بس انا مش فاهم، انا عايز استغل وقتي مع حضرتك واسالك على مباراه السوبر المصري، المباراه الكبيره بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادمه ان شاء الله يا كابتن اشرف. رايك فيها ايه ان شاء الله؟ الطريق فيها عامل ازاي؟ اتفرجت الموضوع جميل قوي احب اتكلم فيه. فضل. الاهلي والزمالك فضل. عارف مصر كل حاجه حلوه في مصر ومن احلى الحاجات اللي في مصر الاهلي والزمالك. الهرم الرابع تراث شيء عظيم، وبحيي الاسطوره محمود الخطيب وبحيي الاسطوره مرتضى منصور. العظماء بتوعنا الكبار دول، الكبار بتوعنا دول اصحابي وقدوه، انا بعتبرهم اخواتي الكبار. ماسكين الموضوع صح، الاهلي والزمالك ده دي مسؤوليتنا كلنا، تراث بنحافظ عليه. لازم يبقوا في التوب على طول. يعني ماتش الديربي الاهلي والزمالك ده من واحنا لسه في سته ابتدائي الاهلي والزمالك. فالناس دي عظماء ومحافظين على الكيان ده وربنا يبارك لهم يا رب. وما ينفعش جمله كده سريعه، ما ينفعش نختلف. لا خالص ما ينفعش. ما ينفعش يبقى في خلاف، احنا كلنا بنبني تحت قياده رئيس عظيم، قائد عظيم محنك مصري على اعلى مستوى، متمكن جدا الرئيس السيسي. كلنا بنبني. كل ما فيش مجال لواحد دلوقتي ما يقفش معانا، كلنا هنقف نبني ونبني مصر العظيمه اللي هي ما فيش في العالم زيها. فالاهلي والزمالك ماتش رائع. الزمالك خد الدوري للماتش السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. فنيا الزمالك اعلى كامكانيات اعلى لانهم والمدرب كبير قوي، المدرب فيينا متمكن جدا. وفي كمان شخص احب اديله حقه بالنسبه لنادي الزمالك اسمه امير مرتضى منصور. ده راجل، ده ذكاء حد، ده يدير الاتحاد الدولي يخرب بيت جماله. ده شخص من اجمل ما يكون. فده عمل المنظومه ماشيه حلو قوي. النادي الاهلي كبير وتقيل وجمهور من اعظم ما يكون وفرقه من اقوى ما يكون. يضيف بقى من النادي الاهلي العين بتاعت محمود الخطيب، ده اعظم لاعب في العالم. والله العظيم اقسم بالله العظيم انا اللي بتكلم، اشرف شاكر اللي بيتكلم، انا شفت لعيب في العالم كلهم مفيش زي محمود الخطيب ابدا. اعلى قدرات في العالم، اعلى مهاره في العالم، بس طبعا حظه لا كان في احتراف ومنتخب مصر اللي هو كان من العظماء ما كانوا بيلعبوا ماتش ودي، بيروحوا يلعبوا مع مصنع 36 حربي. فما يعني اتظلموا، كانوا بياخدوا جنيه في اليوم بدل سفر. يعني الجيل والجيل ده كله موضوع الفلوس بالنسبه لهم اخر حاجه فكروا فيها حقيقه يعني. فدول عظماء وجمال، وهنحافظ كلنا على تراث الاهلي والزمالك. وهتبقى مباراه من امتع ما يكون. اتمنى ان كابتن محمود الخطيب والاستاذ مرتضى منصور قاعدين جنب بعض، والاستاذ مرتضى منصور ده شخص، ده خد بالك ده زي قلبه زي البافته البيضاء، ده راجل من اجمل ما يكون. يقول يزعق ويتخانق وتلاقيه قلبه صافي جدا. فاحنا كلنا اخوات. توقعاتك للمباراه يا كابتن اشرف، توقعاتك مين يفوز بهذه المواجهه؟ توقعاتك مين يفوز بهذه المواجهه، اهلي ولا زمالك؟ هقول لك حاجه على المستوى الفني. زي ما انت سالت سؤال في نادي الزمالك في لاعب يعد من اعظم لعيبه في العالم، شيكابالا. ده ملوش حل. بستغرب ازاي المنتخب ما خدوش. وكان في لعيب عنده اسمه محمد ابراهيم من اعظم لعيبه في العالم، معرفش هو اختفى. لاعب سيراميكا كليوباترا حاليا. سيراميكا كليوباترا ده من اعظم لعيبه في العالم، ده يلعب في اي نادي في اوروبا. من انديه كبيره كمان. فشيكابالا محور مكسب. كل لمسه بيلمسها زي صلاح كده فيها تاكتكس، فيها خطوره، بينجز. كل التمرير بتاعه ايجابي، فهو الكفه الرابحه او الورقه الرابحه لنادي الزمالك. نادي الاهلي منظومه منظمه جدا وعندهم تركيز جدا، بس راح منهم حاجه برضو احب اتكلم فيها. عماد متعب. عماد متعب ده ابني، انا بعزه معزه خاصه لان ده انا حضرته في كاس العالم 2003، جاب جول عالمي، جول يدرس زي جول صلاح كده في انجلترا. طبعا عمل واحد موقف واحد ضد واحد، وبعدين عمل ستوب، واحد ضد اثنين كاس العالم للشباب، واحد ضد خمسه عمل ستوب، وبعدين واحد ضد 30 وعمل ستوب. ده ملوش حل، ده كل الصحفيين العالم كانوا بيتكلموا على الجول ده.
فكان الطبيعي عماد متعب يمشي في التسلسل الطبيعي، يطلع منتخب اول حارس، يبقى مدرب منتخب سوري يبقى راس حرب منتخب مصر الاول. فضل مع النادي الاهلي، ما جت فرصه الاحتراف طبعا دي مشكله هنا احب اتكلم فيها واضحه وعلى مسؤوليتنا. الغي اي حد يفكر يودي احتراف تركيا، انت بتبوظ اللاعب، يبقى جباره اللعيبه الايجنت بتوعنا ما يعرفوش غير تركيا وبلجيكا. لا لا، في حاجه اسمها اوروبا، في حاجه اسمها انجلترا، في حاجه اسمها ايطاليا، اسبانيا، المانيا. كل لاعب توديه تركيا بيخلص، بيبطل زي عمرو زكي. عمرو زكي كمان من الاساطير، بيبطل. لا، هنوقف بقى القصه دي شويه ونعيد النظر في الايجنت. كابتن اشرف، كابتن اشرف، مين هيفوز بالمباراه يوم الجمعه؟ اللي هيلعب كويس. اللي هيلعب افضل. انت شايف مين شايف مين فنيا له افضليه؟ الفرقتين دول جامدين قوي طبعا، يعني في فرقتين يستاهلوا الجمال، المتعه. الاهلي والزمالك، لو مثلا هنقول الزمالك كسب دوري سنتين ورا بعض ويجي في ماتش زي ده، الوضع مختلف كمان. بطوله بطوله لوحدها، يعني ملهاش مقاييس مين احسن، مين صحيح. افضل صحيح. مين فنيا صحيح. انما دايما ماتش الاهلي والزمالك ده بيبقى لعب مفتوح صحيح. بيبقى مور فان، يعني الناس كلها بتستمتع. بس برضه ليا نقطه عايز اعقب عليها، احنا ما بنعرفش لسه نسوق الاهلي والزمالك. ما بنعرفش نسوقهم. يعني لازم الاهلي والزمالك ده حاجه، شيء عظيم جدا. يعني عندي مثل مانشستر يونايتد، ارسنال، لما بيجوا يعملوا الموارد بتاعتهم، في حاجه اسمها وضع ادبي، اللي هو يبيع التيشيرت، بيعمل تيشيرت اكسكلوزيف حصري، يبيع التيشيرت لانصار نادي ارسنال. فده دخل ثابت كل سنه. نفسي الاهلي والزمالك يوصلوا صح. يوصلوا صح. حضرتك عندك حق في موضوع الامور التسويقيه، وتحديدا موضوع التيشيرتات دي، زي ما بيحصل في اوروبا وفي العالم كله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بفارغ الصبر مستني حضرتك ترجع مصر، التقي حضرتك في حوار مطول جدا، واستمتع جدا بهذا والله. الحديث الرائع الرائع والمفيد جدا من معلقنا الكبير التاريخي كابتن اشرف شاكر. انا بشكر حضرتك. شكرا كريم. انا اتكلمت كتير يا حبيبي، انت عارف شغلتي. لا يا حبيبي، ده انا والله انا قاعد مستمع جيد دون مقاطعه للاستمتاع بكلام حضرتك. انا بشكرك حقيقي، شكرا جزيلا. انا الجمهور وحشيني قوي، ده انا هموت، يعني هموت الا مصر وجمهور مصر، يعني فعلا في اقرب وقت راجع. وانت وحشوني جدا، زي ما وعدك وانا هنا اهوت، هيبقى لي. انا وعدت مهيب سعيد ان انا هعمل معاه لقاء يعني في الاستوديو، وبوعدك ان انت هيبقى لك النصيب الكبير طبعا انك تكون مصري، وهعمل معاك لقاء وهبقى سعيد قوي قوي يا كريم. شرف كبير لينا يا كابتن اشرف. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وربنا يديك الصحه ودايما موفق ودايما رائع، واسم كبير جدا في تاريخ التعليق المصري. مثقف ذكي يتحدث في كثير من الموضوعات بعلم ودراسه وفهم، وصوت مميز، صوت مرتبط معاك بمباريات. انا ليه بحب مع حفظ الالقاب بقى لكل اللي جايين دول، عشان دول عظماء اسمائهم عالم، يعني اشرف شاكر، ميمي الشربيني، حماده امام رحمه الله عليه، مصطفى الكيلاني، محمد حسام، ورب ما انسى حد، واسماء كبيره وعظيمه وكبيره في التعليق المصري. ليه؟ وكابتن طبعا محمود بكر طبعا. فانت بتتكلم في اسماء عظيمه واساطير في التعليق المصري. ليه الناس دي لما بنقول اسمائها نبتسم بهدوء، ننبسط، لا تعصب ولا ازمه ولا افيه معدي كده بدون داعي ولا انتقاد لحكم ولا خناقه مع لاعب. مباراه ممتعه وانت بتتفرج على المباراه، يخليك مستمتع وهادي وفي نفس الوقت متحمس جدا للمباراه، ما بتبردش بس هادي، مش متعصب، مش متنرفز، مش بتشتم هنا وهناك، وايه ده وازاي يلعب كده وازاي يعمل كده. معلقين صوتهم مريح، ده كان واحد منهم. الحمد لله ان ربنا مديله الصحة، وان شاء الله يرجع تاني ينور بصوته ويخلينا نستمتع اكتر بيه. ربنا يشفي يا رب كابتننا الكبير طيب الذكر، بما اننا ذكرناه، الكابتن ميمي الشربيني، رحمة الله على الكابتن حمادة امام والكابتن محمود بكر. اسماء عظيمة واسماء كبيرة كلها رائعة رائعة، استمتعنا بيها للغاية.